حالك ايه وانت مع ربنا لوحدك؟ بتمسك الريموت كنترول وتدور على فيلم فاضح، فيلم داعر، مسلسل ساقط، ولا بتبقى أسعد مخلوق وانت لوحدك لأنك مع الله؟ هل إذا خلوت تبكي من خشية الله سبحانه، أم أنك تتجرأ عليه جل وعلا؟ كيف حالك وأنت مع القرآن وحدك؟ قال عبد الله بن مسعود: أطلب قلبك في ثلاثة مواطن: في مجالس الذكر، وعند سماع القرآن، وفي أوقات الخلوة. همسة في القلب تسري، نال قلبي من هدى، جاء يسر بعد عسري، نالت الروح منى. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. أين قلبي يا رفيقي؟ هل تراه اليوم تاه؟ أين قلبي يا رفيقي؟ هل تراه اليوم تاه؟ هل تراه؟ فسل الله أن يمن عليك بقلب، فسل الله أن يمن.